أنا أمي ضيعتني في الحرم، مو في مول، مو في عند صعب، عند في الحرم عند 50,000 معتمر. يمكن الغلط مني، كنت وقتها صغير ولا متوسط، كبير بما يكفي إنه عيب أبكي، وصغير بما يكفي إني أضيع. الغلط كان مني في أول شوط في الحرم، لك الله الحجر الأسود ركن لماني ضيعته. اللي صار كالتالي، أنا كنت ماسك يدها، فجأة عيني حكتني، ذنبي يا أخي، عيني حكتني، فشلت يدي عشان أحك، وعيني الثانية مفتوحة. رجعت يدي، طالعت فيه، لقيت نفسي ماسك يدي واحدة ثانية. قلت لها أنت مين؟ قالت لي أنت اللي مين. قلت لها طب ماسك يدي ليه؟ قالت لي أنت اللي ماسك إصبعي. خلاص لا تدلينا. بدأت رحلة البحث عن أمي، وطبعا ماسك نفسي، يعني ما أبغى أرمش عشان الدمع لا ينزل، لك الكبير عيب أبكي. مشيت وطفت الحمد لله، وسعيت لحالي، وشويتين ماسك الدمعة، إلين واحدة الله يهديها فكرة الآن، واحدة بعمري شعرها كذا، بس قالت ماما ده ضايع، أنا ما أتحمل. كسرتني، مو كنت ماسك نفسي يعني، مو كذا الله يهديها. جاني واحد أشفق علي من الجنسية المصرية، الله يسعد يا رب، قال لي أنا شفتك مع أمك وهناك وراح. قلت له لا يا أبوي، أنت تيجي، أنت ما تروح، بس الله خير يعني، يعني ساعدني. صحيح أنه كان مجبور، لأني قاعد أشد الإزار حقه، وما كان لابس حزام، أي لا خدمني ما شاء الله. أنا بصراحة قلت الدنيا زحمة، قلت له اسمع الحرم يقفل الساعة كم؟ قال لي ما يقفل. قلت له كيف؟ إيش اللي بقيت ما تنام ولا إيش؟ قال لي يا ابني طيب إيش اسمك؟ قلت له اسمي ماني قادر أتكلم. طيب اسم أمك؟ ماما. قلت له لحظة، أنا فاكر إنها قالت لي إذا ضيعت يا أحمد قابلني عند باب الملك، بس الملك مين؟ ماني فاكر. الحمد لله، بس الأمهات الله يحفظهم، يعني أول ما لقيتني يا أحمد مين قال لك تضيع؟ هذا كلامي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.